خير أمي؟ أنت اللي زين، وين الخير باللي عملته؟ شو مخبس؟ أنت شو قصدك؟ عن شو عم تحكي؟ طيب وضحيلي؟ صح تزوجتني شال ولا الخبر كذبة؟ رح تكون عنا عائلة حلوة قريبة، كلها سعادة وحب، ورح نخلص من كل المشاكل. بعد هلا رح يكون عنا عائلة بتجنن يا زين. قريبا رح نصير أنا وياك أب وأم، ورح نكسر كبرياءنا. أنا متأكدة إنك رح تنبسط يا رب. ايه مزبوط، نحن تزوجنا. والحقيقة الثانية انه انا رح طلقها لرابيل. كيف؟ انت مجنون لتاخد هيك قرار؟ ما فيك تعمل هيك عملة ابدا. ليش؟ لانها حامل وما فيك تتركها وتطلقها وهي بهالحالة. انت ما فيك تطلق رابيل وانتهى النقاش بهالقصة. سمعتني؟ بس خلص الحديث، ما فيك تطلقها لرابيل. رابيل شو هاد؟
أنا عم حاول قلك إني كتير بحبك، وما فيك بقى ما تهتم بمشاعري، لأني أنا بحبك كتير وإنت كمان رح تصير تحبني. وليش هالفلسفة هاي بقى؟ حابة وصل لك فكرة إني أنا نسيت كل اللي صار معنا وصرت بحبك من قلبي وروحي كمان وبكل مشاعري. أنا هيك ما فيني أطلب من حدا إنه يحكي عن حبي لإلك، لهيك حبيت بنفسي أعترف لك. يمكن أنت لهلأ مو مصدقني، وأكيد مو صح نحكم على حدا بدون ما نعرف قصته يا زين، أمير لحاله عم يفكر بهي العلاقة وأنا بعمري ما وافقت عليها، وأنا ما عندي أي مشاعر بقلبي تجاهه وما رح يكون أبداً لا قبل ولا هلأ. بعدين أنا بعتبره أخي وبس، بس بتعرف هو بالحقيقة ما اعتبرني أخت، وبفكره إنه هذا الشيء اللي صار بسببي أنا، هو ما كان بيعني لي أكتر من هيك. زين أنت مو شايف إني عم بحكي الحقيقة هلأ؟ طلع فيني، أنا إلك أنت وبس، أنت وبس، وبدي أقول وسمع كل الناس إني بحبك من كل قلبي وما حدا إله حق فيك غيري. زين خلص خلص بقى انسى الماضي وخلينا نبلش حياتنا من جديد، أنا وأنت بهذا البيت، وأنا شو؟ أنا نشال شوفي شو بكي؟ أنا تركت البيت، بابا عرف وقلعني من البيت. ليش؟ شو في نيشال؟ زين ليش ما قلت لها؟ صار لازم تعرف حاجة نخبي عليها. شو؟ شو اللي مخبي؟ إنه أنا وزين متزوجين. لا هي عم تكذب مو هيك؟ انت ما بتعملها زين، يلا قول انه عم تكذب. زين احكي قول انه عم تكذب. نيشال ما عم تكذب رابيل، لأنه أنا وهي متزوجين وصارت مرتي بالقانون. سمعتيني؟